يا عيال مع بعض مع بعض الدعم على الدبل اوكي. يلا يلا يا عيال يلا بدا اي كوفو كوفو اللي اعطاني اسد مع كينج يا عيال مع كينج اي ابراجك يا محر. والله كفو كفو تامر حمزه وينكم يا عيال؟ كبسوا وشيروا ما يفوز كفو اي اسودك يا كينج كفو كفو. يلا نفذ الحكم. اقول لا تكثر كلام هات احكامك. اقول هد بس شكلك منضغط صح. اقول لك لا تكثر كلام هات حكمك الاول. الحكم الاول شف ابيك تلبس عبايه وداخلها قميص وتحط الطرح البيضه تطلع بالشارع وتقول انا ميري انا ميري. سلامات يا ابويا مجنون انت. هات حكمك الثاني. خلاص الحكم الثاني تاكل 5 بيضات بقشورها. لو اموت ما اسوي عندي حساسيه من البيض. خلاص الحكم الثالث شفت البرج اللي فوق راسك ابيك تقطعه وتدعمني فيه. مستحيل احلق شعري يا ابويا. خلاص بنفذ حكمك الاول. كافو احكام يا شكش. يا عيال شيروا البث ترى بالبث ها الحكم يتنفذ بالبث. انا ميري انا ميري. ايه فقي خلاص نفذت لك الحكم سري لك. هي ايش يبقى انت ما في شغل روح شغل. سري لك امشي واد. وينها؟ ولك عين الطالعيني بعد؟ سلام عليكم. خليكي معي هنا، أنا دافع 25,000. تحسبينها بالسهل كذا؟ أنت وين لقيتها؟ وين لقيتها؟ لقيتها في الشارع العام ترقص مع العمال. ما في رقص. الله لا يبارك فيك اللي ما تستحين. شريحة المعفنة أكيد من الرقص وصيعة الوجه. يلا يلا قمي قدامي تروش يلا يلا.